FM. الكلمة ليك. البلدية عقلية نحكيه على بحر ابن خيار. معنا عبر الهاتف سي حاتم كابوس رئيس لجنة الصحة والبيئة بابن خيار. مرحبا بك سي حاتم. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا سي حاتم. دونك كنت تسمع فينا وتحب تتفاعل معنا فيما يخص ببليكاسيون اللي هبطها على الفيسبوك هكا ولا؟ نعم سيدي. مرحبا بك يا سيدي ومرحبا بالتدخل نتاعك زيدا، وفرحنا برشا كي كلمتنا وحبيت تتدخل معنا. يعيشك، ولو اني تمنيت انكم تتصلوا بينا كبلديه في وين الرئيس ولا رئيس باش نتصلوا، باش يكون معنا شوي اخر رئيس البلديه سي محمد بوعشير، بعدك انت بالضبط. الله يبارك. خاطر انا سمعت شكون قال بحذاكم غادي كيفاش رئيس لجنه الصحه والنظافه والعنايه بالبيئه يقول اللي بحر ابن خيار مسخ، ولا فما مشكل في بحر ابن خيار، ومن المفروض انه يعطي كلمة طمنة للعباد. هذا معناها من الكلام مردود عليا، لخاطر يلمو عندنا مشكل في ابن خيار، عندنا البحر معناها قاعد تصير له ديغراديسيون كبيرة برشا صافي ديجاني. اليوم احنا استغلينا وجودنا في البلدية ودخلنا الموضوع للبلدية مع المجتمع المدني، لخاطر بحر ابن خيار قاعد يختنق. قاعد يختنق بحر ابن خيار، كان من أجمل البحورات اللي موجودة في الـ في الـ في, الـ في البلاد. سي حاتم، أسباب الاختناق شنو ما الأسباب؟ الأسباب هما لوناس والأقفاص متاع تربية السمك. بحر ابن خيار كنت تزمع جيونا في الكلاس كما عملوا لداعات الخيل ولا تلافز، وتشوفوا معناها السيتواسيون متاع البحر متاعنا. احنا البحر متاعنا عنا خليج صغير، عبارة على خليج صغير بحر ابن خيار، جاءوا حصروه استاسيون متاع ناس على اليمين واستاسيون متاع ناس على اليسار، وجاءوا فوق البحر بالضبط وحطوا الأقفاص متاع الحوت. الأقفاص متاع الحوت هذون قراب ياسر، معناها كي تقف انت على الشط تشوفهم، وفما حشكون من البحاره قال لنا راهو بعد 800 متر، فما تعتيم كبير على القفص نتاع الحوت. حتى واحد ما حبب يعطينا كراس الشروط ولا القانون اللي ينظم القطاع هذايا. القفص نتاع الحوت هذول يغذيو في الحوت، عندهم علفه يعطيوها للحوت وعندهم انتيبيوتيك يعطيوه للحوت. هذه الكومبوزيسيون نتاع العلفه ونتاع الانتيبيوتيك قام سي حمادي باشير اللي هو رئيس البلديه اتصالات ماراثونيه باش يعرف شنية الكمبوزيسيون متاع العلفة وشنية الكمبوزيسيون متاع الانتيبيوتيك باش الصحة تقوم بواجبها وتقوم بالتحاليل اللازمة. وبرغم اللي الصحة قالت احنا التحاليل هذوك معناش كيفاش معناش الانتيبيوتيك ينجم يتسبب في امراض للعبيد اللي قاعدة تعوم، الانتيبيوتيك اللي عطيو فيه للحوت المربي. كيفاش الصحة تقول انا ما عنديش دخل في حاجة دخيلة على البحر وقريبة ياسر من المصطفين ومن الناس اللي قاعدة تعوم في البحر؟ هذا من ناحية. من ناحية اخرى، تو عنا في بحر ابن خيار عنا ما بين نابل ودار شعباه عنا منطقة اسمها الشراشر. المنطقة هذه فيها استاسيون كبيرة، استاسيون ديبوراسيون تصفية لوناس. استاسيون هذه تخيب في الماء 24/24. الماء هذايا ما هوش صافي، ما هوش نظيف، ولا بروف انهم تويكا كي تمشي لغاديكا تلقاهم حاطين بلاكا ممنوع السباحة. إذا كان أنت تقول لي الماء نتاعك نظيف، لواش تمنع في السباحة غاديكا؟ ومنع السباحة معناها جوست بحذا جناح ابن خيار اللي هي معناها كارتيه فيه دي فيلا، فيه ناس معناها حتى انفستيسمون غاديكا وشري دي فيلا. زيد احنا البحر نتاعنا قريب ياسر من الشراشر هذايا، كيفاش انا نمنع السباحة على بعد 200 متر من بحر يعوموا فيه الناس ونقولوا لا هذايا كونتاميني وهذا ما هوش كونتاميني؟ باهي، نقول لك حاجه سي حاتم. سي حاتم اسمعنا، تدخل معنا سي كمال الجليلي المدير الجهوي للديوان الوطني التطهير بنابل، وقال انه الماء اموره مريقله ومصفي بالقدا وما عنده حتى تاثير على ماء البحر سورتو على ابن خيار. خلينا من الشراشر توي. مع احترامي سي كمال والكلام هذا يقول فيه ويعاود. أنا نقول كمال شنو هو سي كمال، نقول له شنو هي العلاقة ما بين منع السباح قدام ستاسيون تاعك وما بين وجود معناها الماء هذاك في يا سي حاتم. سي حاتم صباح خير. صباح خير سي حاتم. مدام ثريا ستة، نحب انا جوست معناتها خاطر احنا الوقت ضيق معناتها باش انت معناتها بارك الله فيك اللي تفاعلت معانا الكل، نحب نقول لك اول حاجه ديوان الوطني التطهير قال انا ما نحط حتى بلاك، ماهيش من مشمولاتي باش نحط البلايك، والا خلينا نكمل ميسالش، خلينا باش نقول لك هو شنو قال. قال ماهيش من مشمولاتي باش نحط البلايك، بتدخل البلاكه هذيك حطتها بلديه دار شعبان، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انتم توا سلطه، انتم كبلديه مستشارين
وما توصلت منتخبة من حقكم انكم تمشيوا للسلطات المعنية وتتصرفوا، معناها عندكم لي بوفوار الكل انكم تحكيوا مع الصحة وانكم تحكيوا مع الديوان الوطني للتطهير، ما عادش انتم مجتمع مدني، ما عادش جمعيات، معناها الناس المواطنين ينتظروا منكم انتم انكم تمشيوا وتتصلوا وتقوموا بالاجراءات هذية، وبعد تقولوا للمواطنين بحال هذاك عامل معهمش. احنا توا عنا الصحة جاية حسمت، والبارح المعتمد بن خيار هبط معناها التقرير الاخير متاع الادارة الجهوية للصحة انه البحر يتعام وما في حتى مشكلة. صحيح فما حاجات قاعدة تأثر عليه متى الانتغم تحكيوا فيها في اللجان متاعكم وتشوفوا لها حلول، لكن تخرج حكاية هي للمواطنين انهم ما عادش يعوموا في البحر، هذا اللي احنا حبينا نرفعوه، وهذا اللي علاش كلمونا المواطنين قالوا لك احنا ضرينا احنا كمواطنين نحبوا نعوموا وقاعدين نعوموا، وفما ناس جاي تحب تكري عنا خايفه ما تحبش تجي تكري عنا، مهرجان الحوت جاي اسكو انت كي نقول انا البحر هذاك ما يتعاومش وملوث من علاش جاي انا نحتفل بمهرجان الحوت؟ هذا لو كونتكست اللي احنا حكينا فيه، احنا تو نحبوا نوصلوا، وطلبنا سي حمادي وان شاء الله تكون الانترفونسيون نتاعو الاخرانيه، نحبوا نقولوا الي بن خيار بحرها باهي وبحرها يتعام، صحيح فما حاجات افير وفما الدراين هذوكم للنظر فيهم وفما تلوث زي فما تلوث فما قانون معطل وكراس شروط لا تحمي البحر من الدرين هذيك، فما حاجات اشكاليات تتحل على مستوى اللجان وعلى مستوى الادارات، لكن انها تخرج للمواطن بالصفه هذيه انه البحر ما يتعامش والبحر يمرض وفما حالات ألقكم ما فماش لا حالات لا متاع تسمم ولا متاع معناها تاثر موجود. لا مش موجود مش موجود الصحه يا سي حاتم فما امراض سي حاتم الصحه تكذب. رئيس الدارس ابن خيار مدام امال بوديش دكتوره اي لقات حالات في سبيطار ابن خيار سامحني للمندوبيه نتاع وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح، واقرت المندوبيه انه ما فما حتى حالات او خرج تقرير المندوبيه ما لا اتصلوا اتصلوا بالدكتوره لا لا ايش نقول لك راي الدكتوره ما تخدمش في ما تخدمش في هيكل وحدها، الدكتوره تابعه الاداره الجهويه للصحه والاداره الجهويه للصحه حسمت مره واثنين في الموضوع هذا، كان شي كان فما معناتها الاداره الجهويه للصحه قاعده تعمل بالعاني على ابن خيار وعلى مواطنيها، هذا شيء غير مقبول، وانت ما انت كسلطه تو معناها ما تنجمش تقول الكلام هذا يا رئيس حات. نوضح لك نوضح لك احنا التسنت كل عملناها وفما تضارب ما بين اللي نشر المعتمد وبين الواقع اللي طلبته اداره الصحه. اداره الصحه قالت لي حمادي باشير وتو يتصل بكم شوي اخر قلت لهم راهو بحر النساء اللي هو محادي لبحر الجاز هنا عموا العباد سيتون سيتان بوا اسيرفي، قالوا لهم مش معناها اسيرفي، قالوا له معناها مره ملصق مره نظيف معناها مستشار غاديك مستشار هذيك وقت اللي يقعلهم بان ولا يقعلهم اي حاجه سيبوه بيور في البحر سيبوه مسخ معناها يا سي حاتم انت توا يا سي حاتم انت معناها تقول للناس ما يجيوش يعوموا راهو البحر يخوف. ما تقولش للناس ما يجيوش يعوموا، احنا اثرنا المشكل على خاطر بحر بن خيار تهلك وتبدل برشا وما هيش مشكل تحاليل فقط وتحاليل مش كامله. هذا ايش يوصل للناس؟ راهو يوصل للناس مادام تشكك تشكك في كلام مندوبيه جهويه للصحه سيكو يوصل للناس انه البحر يخوف وفيه ريسك ودو بريفيرونس ما تعوموش فيه. البارح قلت البارح يوميد المتفقد نتاع الصحه قال اللي في مارس وافريل بحر نتاع البلاد اللي هو بحر الرجال فينا عم العباد قال مش امريكا وارجعوا للتنشيل نتاع راديو ميد مش امريكا لدرجه انه العباد ما تنجمش تعوم فيه. سي حاتم سي حاتم سي حاتم نسمعوا بعضنا سي حاتم هو مسخ لدرجه انه العباد ما يلزمهاش تعوم فيه يمرض في بين اللي هو فيه بعض الاوساخ واللي هو مسخ في بين الناس الكل نعرفوا الحكايه هذه بسبب الماء نتاع الناس كما قلت انت والدرين وكل شيء يسبب امراض معناها الناس ما تجيش تعوم. وجاو شوفوا اللون البحر يا هاي شختي جاو شوفوا اللون البحر واضح 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 سي حاتم واضح سي حاتم اخيرا البحر نتاعنا كنا رانا نبداو نعوموا البحر اسمه الحوت بين ساقينا كنا احنا صغار نهبطوا بالحديد نطلعوا 10 كيلو قرنيت كان عندنا القنفوط كان عندنا الحوت في البحر اليوم البحر ما هذا في جنرال راهو في برشا بحورات معناتها مش في بحر بن خيار كهو لا هذا فما تاثيرات فما تاثيرات هاي شختي وتاثيرات موجوده ويجوا سير بلاص ندور بكم ونوريكم الواقع نتاع بحر بن خيار. لا لا انتم سلطه توا راهو يا سي حاتم راك تحكي يا سي حاتم تحكي كمواطن الوغكو انت سلطه راهو ما انت راك تحكي كمواطن راك انت سلطه يلزمك تتخذ مسؤوليتك انت تتحمل مسؤوليتك. عندنا احنا نحن عندنا معطيات صحيح وعندنا تعتيم على الدوسي هذايا
واضح. وعن الكلام اللي فحص حمادي وتتصل بسي حمادي. سي حمادي نكلموا فيه ما نجمناش نتحصل عليه، كان بحذاك وراه يقولوا يهز علينا التليفون. رانا نخاف على عباد وخايفين على البحر. ونحبوا ناكل البحر هذا باش يسترجع البريق نتاعه. هذه الغايه تاعنا راه. ما نحبوش نخوفوا الناس. لا خافوا الناس تو بكلامك، خافوا الناس، خافوا الناس. خافوا بعد ما نام الصحة واللوناس ما تقالوا البحر، والمسؤول متاع اللوناس قال أنا كل يوم نعوم أنا وولادي غادي، توا أنتي ما ترجعتنا للكاري اللي احنا بدينا منه أنه البحر يخاف، البحر ملوث، ورد بالكم وما تجيوش. قول معايا أنا باش نثبت أن البحر نظيف، البحر وشوفوا فيه هاي شختي. ما اسمع العين المجردة، راهو انت تقول بحر شوفوا فيه، راهي التحاليل ويزمنا كان ما نعطيوش ثقة في مسؤولينا. انت مسؤول ما تعطيش ثقة في المسؤولين، ما نقول المواطن شنو التحاليل. نعاود لك التحاليل اللي تخص القفص نتاع الحوت راهي ما تعملتش. لا ما نحكيوش على قفص الحوت، احنا توا ماناش نحكيو على قفص الحوت، احنا نحكيو على البحر وعلى تاثير اللوناس. اللوناس نسيت نوضح لك، مش بلدات دار شعبان راهي اللي حطت البلايط، راهي الصحة اللي حطت البلايط. فهمني، الصحة حطت البلايط في بحر بعيد 300 متر على البحر اللي نعوموا فيه. سامحني انت لوجيكمون يا سي حات، سي حات شو سي حات، احنا باش نفهموا تو من كلامك انك انت كمسؤول في بلديه بني خيار اللي تقول اللي البحر نتاع بني خيار مشكوك فيه، ويا ناس راهو يخوفوا فيه ريسك وما تجيوش تعوموا فيه. البحر فيه مشكل وفي البحر فيه مشكل، واحنا موجودين لهنا نعبروا على قلق العباد اللي موجوده في بني خيار. وفي اطار هذايا انت معناها انتم غدوه باش تعملوا الوقفه الاحتجاجيه ضد شكون بربي؟ نعم، الوقفه الاحتجاجيه باش تعمل الغدوه لشكون الصوت باش توصلوا؟ ها؟ ضد الشرط. شكون انت سلطة يا سي حات؟ لا أنا أنت سلطة، أنا نجي نحتج عليك راني، ونقول لك نظف لي البحر وشوف لي حل في البحر، أنت سلطة، شنو معناها مستشار بلدي يمشي يعمل وقفة احتجاجية؟ مسؤولات أكبر من البلدية يا عيسى. يلزمك تمشي لها مش قدام البلدية مالا، تمشي لها كمسؤول تهز الدوسي نتاعك وتمشي تتصل بها تقول لها أنا مستشار بلدي وأنا رئيس بلدية وأنا معناها رئيس اللجنة وراهو إيجي ومعناتها نلقاو حل، مش تعمل ما تعملش وقفة احتجاجية أنت يا رئيس سي حات. مشينا لهم الصولات وفما تعتيم وفما بوماتلة. والله كلام معناتها كلام هذا معناتها بصراحة ما يتقبلش. معناتها يمشي سي حمادي المندوبية الجهوية نتاع الفلاحة. لا حبينا نحكيو معاه سي حمادي. سي حمادي ما قال في اجتماع ما نعرفش معاه. قالوا له راه الدوسي نتاع الاقفاص ما هوش عندنا. ماناش نحكيو على الاقفاص، ماناش نحكيو على الاقفاص يا سي حاتم، نحكيو على البحر. البحر يعوم الناس ويضرهم ولا لا؟ لوناس اجى شوف الديبي نتاع الماء. ما نجيش نشوف انا، لوناس قالت، الصحة قالت ولوناس قالت، ما نجيش نشوف. كلمة أخيرة كمسؤول على لجنة الحماية والبيئة. البحر ناس تجي تعوم فيه ما عندهم حتى مشكلة، وإلا يخافوا وفما مشكلة في البحر ما يجوش يعوموا ونختموا بها. الناس يجي يعوموا في البحر رغم أن البحر فيه مشكلة، ما لا ما يجيوش. لا هكاك أنا هكاك مش باش يجيو، كي قلت لهم البحر فيه مشكل فما تبارك الله البحورات الأخرين يمشوا يعوموا فيهم. أنا ما نخوفش الناس، أنا نقول لا خوفتهم والناس اللي باش تجي تكري يظهر لي معناها مالوغوزمون معناها باش تلوج مناطق أخرى تمشي تكري فيها، وهذا ما تضرر كبير بصراحة للبلدية ومنطقة بني خيار مالوغوزمون. إذا كان اليوم تقف للبحر نتاعك يحتمل يتمس عام ولا عامين، فهمتني، والناس تمس في مصالحها عام ولا عامين، ومن بعد تريق البحر وترجع تكري على روحك. اخدموا عليه مانا، هذا سي تان دوسيي. هكايا خير. هذا سي تان دوسيي تخدموا عليه في البلديه مش تعملوا وقفات احتجاجيه. قاعدين نخدموا فيه. فوالا. قاعدين نخدموا عليه، لكن فما تعتيم وفما ريزيستونس من السلطات المعنيه. واضح سي حاتم. وهذايا وكان تحكي مع سي حمادي ان شاء الله تتحصل عليه. لا سي حمادي قال في اجتماع بعد ما خذينا معاه موعد وما حبش يتدخل معنا. بون يحتمل عنده انجاجمون. لا خذينا معاه انجاجمون من قبل احنا. احنا نحكي لك انا اجي اشوف نتاع البحر. راهو فما ناس. انا فما مشكل، ما نجي انا جيت وشفت، ما انت قلت فما مشكل سيء اكاو.
واضح. سي حاتم نشكرك على التدخل. سي حاتم سامحني راه عندي وقت نمشي به في الاميسيون دونك ما نجمش نفوت الوقت نتاعنا. رسالتك واضحه. ميرسي على التدخل نتاعك وعلى الرد نتاعك. كان معنا عبر الهاتف سي حاتم كابوس رئيس لجنه الصحه والبيئه بن خيار. هذه كانت روبريك نتاعنا لليوم. للاسف الحل صعيب خاطر البلديه بيدها مش لاقيه الحل. البلديه قالت لك عندها مشاكل مع السلطه. معناها البلديه ما فهمتش هي سلطه معناها ولا مش هذوما معناها ريت. انتو كان احنا حاولنا نعاودوا نحيروا الموضوع هذا ان شاء الله البلديه حاولنا زاد نقولوا متى كيما قاعده تقول متى وزاره الصحه والديوان اللي بحر قاعد متى 100 عام. صحيح فما مشاكل لكن مشاكل موجوده في المناطق الكل ومشاكل تتصلح على لون تيرم باجتماعات وباقتراحات على المستوى متى البلديه والولايه والسلطات المعنيه ما تتحلش بالحكايات هذه. واضح. شكرا لك مدام ثريا ستم. هذه كانت البلديه عقليه كابافان الكلمه ليك.